حصة ترفيهية يلعب فيها الأطفال ويقلدون أصوات الحيوانات. ربما يبدو هذا مشهداً طبيعياً لروضة أطفال في أي مكان، لكنه في مخيم الزعتري للاجئين السوريين مشهد افتقده آلاف الأطفال النازحين مع عائلاتهم من مدن سوريا المختلفة. يحاول الناشطون والمتطوعون إعطاء الأطفال فرصة للتعبير عن أنفسهم لتفريغ شحنة الرعب بسبب ما تعرضوا له من تجارب مروعة. بيحكوا عن تجربة مرورهم من منطقة سكناهم وصولاً للمخيم هون. طبعاً التفاصيل التجارب البعض منهم بطلنا نميز حتى ما بين الخيال للطفل وما بين الواقع، بس بيقولوا مثلاً إنه كانت الدنيا لما تعتم يقدروا يمشوا، فبالتالي كانوا يفترشوا الأرض طول النهار. أنت عم تحكي عن أطفال بدون ماء بدون غذاء لفترات زمنية طويلة، يعني في قصص فعلاً مؤثرة في المخيم. ظروف المخيم القاسية لم تمنع هؤلاء من اللعب في الخارج، شيء لم يجرؤ على فعله على مدار الأشهر الماضية. أثر من الأصوات أكثر شيء يعني، والمناظر اللي بشوفوها بعيونهم يعني، الأشلاء بالأراضي ومناظر الدم هيك يعني، خوف رعب. قناص، عطول صوت قناص بالليل والنهار وطول يعني، ما فيهم يطلعوا على الشارع يلعبوا. يطلق المنظمون على هذا الجزء من المخيم منطقة آمنة للأطفال، فهو مكان يستطيعون اللعب فيه. هو أيضا مخصص لإعادة تأهيلهم نفسيا بعد التجارب القاسية التي مروا بها. الأمر لا يقتصر على اللعب فقط، فهناك برامج لمساعدة الأطفال للتغلب على الآثار النفسية لما رأوه من عنف في سوريا. بنحاول نقدم لهم برامج مبنية على نظريات تحسين الوضع النفسي الاجتماعي لهم، من خلالها بنحاول نعزز حتى قدرتهم على التعامل مع ما تم مشاهدته، العودة إلى الطبيعة إذا في مجال العودة إلى الطبيعة في جلسة زي هاي أو في مكان زي هاد، والانطلاق بشكل أسلم للأمام. ربما يستغرق ذلك بعض الوقت، أما الآن فيكفي أن تتوفر لهؤلاء فرصة يعيش فيها جزءا من طفولة أجبر على التخلي عنها وشعورا بالأمان لا طالما افتقدوه. شيماء خليل، بي بي سي، من مخيم الزعتري على الحدود الأردنية السورية.